بأجواء من الفرح والبهجة رغم ما يعانيه بعضها من صعوبات، استقبل عديد البلدان الإسلامية رمضان شهر العبادة والتقوى. هو أيضا شهر يمارس فيه مواطن كل بلد عادات أصبحت من قبيل الواجب تبدو مشتركة في بعض البلدان وإن اختلفت تفاصيلها. ففي أول أيام الشهر الكريم وفي أجواء من الخشوع، غص الحرم المكي بالمتوافدين من عديد الجنسيات لأداء صلاة التراويح. وعلى الرغم من التضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية، فقد أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة التراويح في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية. وللمصريين تقاليدهم الخاصة في هذا الشهر المبارك، سيما فيما يتعلق بالمأكولات، فالكنافة والقطائف من بين الحلويات التي يقبل المصريون على شرائها في هذا الشهر الكريم، وهي أيضا تخصص لدى العديد من الأسر فيها. صلينا التراويح ودي حاجة جميلة جدا، لأن يعني كانت حاجة نقصانة جدا إن المساجد قال البيت اتقفلت، فالحمد لله بجد احنا حسينا كده برمضان ونزلنا نشتري الكنافة طبعا والقطايف. وإلى جانب العادات والتقاليد والخصوصية التي يتميز بها الأكل والحلويات، فمن العادات العراقية كما بعض الدول العربية والإسلامية تنظيم موائد الإفطار الجماعية التي يلتقي فيها عشرات الأشخاص، وتعد فيها أنواع مختلفة من الأكلات الخاصة بهذا الشهر. نتمنى للعراق والعالم الإسلامي والعالم أجمع أن يحل السلام وأن يعيش العالم في أمان، اللهم أعده علينا بالخير والبركة. وأضاءت شوارع كاراتشي في ليل أولى أيام شهر رمضان مع صلاة التراويح وإثرها، وتمتلئ الشوارع بالراغبين سيما في ابتياع بعض الحلويات الخاصة التي يتناولها سكان هذه المدينة ومدن باكستانية أخرى في السحور وأيضا في الإفطار لسهولة إعدادها وفق بعض سكان كاراتشي.